السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون في هذه الحلقة الجديدة من برنامج من ذاكرتي مع السيد الرئيس نوري بوسهمين رئيس المؤتمر الوطني العام ورئيس تيار يا بلادي. فباسمكم جميعا نرحب بالسيد الرئيس. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك سيد الرئيس. الآن بدأتم في عملكم في رئاسة المؤتمر الوطني العام، وكان أول من أوائل قرارات المؤتمر الوطني يوم بالتحديد يوم 26/6/2013 قرار المؤتمر الوطني العام بشأن مذبحة مسلم، ولعل أذكر لك هذا القرار هو رقم 59 لسنة 2013 بشأن واقعة مذبحة سجن بوسليم. يعني كان هذا القرار يذكر أنه بالاستناد إلى الإعلان الدستوري ثم وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 يناير 2013، مع أن القرار صدر في وقت رئاستكم ببدايتها في تاريخ 26 يونيو 2013. يعني كيف تفسر ذلك؟ نعم، هو كما تعلم أستاذ عبد الله، وخاصة ربما في مجال القانون، في شأن القرارات فيه القرارات الصيغة اللي هي المنشئة للحق والصيغة الكاشفة للحق. القرار ينشأ مثلا توزيع القرار اللي أشرت حضرتك في شهر يناير، وما خلص إليه المؤتمر الوطني في جلسته المنعقدة في كذا من شهر يناير. هذا هو هنا القرار المنشئ الحق، يعني القرار اتخذ. القرار يأتي بعدها القرار الكاشف اللي هو يستصدر من صياغة معينة من المكتب القانوني. لماذا اتخذ طيلة هذه الفترة، يعني حوالي 6 أشهر حتى صدر القرار؟ هنا نرجع نقول لك، لو تجمع أنت عدد القرارات التي تم استصدارها في أيام المؤتمر الوطني في الرئاسة الأولى متاع رئاسة الدكتور المقريف، وبعدها حتى في الرئاسة الثانية في رئاستي، الحقيقة كان شغلنا الشاغل باعتبار المؤتمر الوطني يمثل جهة سيادية وجهة تأسيسية وجهة تشريعية وجهة رقابية. يعني في الشأن الرقابي حنستصدر تشريعات من قانون إلى قرارات إلى لوائح إلى منشورات. في الجانب التأسيسي اللي هي الهيئة التأسيسية والاستعداد لها سواء بالانتخاب أو بالتعيين والمفوضية وإلى آخره. في الجانب السيادي اللي هي وظيفة القائد الأعلى للجيش الليبي ومتابعة رئيس الأركان وكذا. فهذه في الجانب التشريعي اللي هي التشريعات الصادرة عن بتصدر عن المؤتمر الوطني. ويجب عرض مشاريع هذه التشريعات حسب ما تقتضيه الظروف، حسب ما تقتضيه المرحلة، بحيث أن تعطي أولويات. هنا حدث تأخر في تفعيل القرار اللي أشرت لي في شهر يناير من شهر يناير إلى شهر 6. ربما هنا خبرتي في وأنا مقرر وتجمع لدي، ولو تلاحظ أنت من خلال حتى متابعتك باش بتحضر لمثل هذه الحلقات، نحن في المؤتمر الوطني وأيامنا مقرر، يعني سنينا سنة حسنة بأن تجمع كافة القرارات القوانين والقرارات في عرفت تجمع في 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 في, في إصدارية معينة. ومشات على السنة هذه الأخ اللي جاء بعدي كمقرر الأستاذ حميد الرويمي والمساعد بتاع الشيخ أحمد السعدي. فأنا بالمراجعة هذه لا أزعم لنفسي بأني أنا نقدر نفرض شيء وأنا مقرر، فبتجيني هي جداول أعمال مقترحة من 10 أعضاء، والرئاسة تفرز هذه المقترحات، وهي كانت مقترحات متوالية. وخاصة في مجال الثقافة السياسية اللي العضو أمتى يتصل به المجلس البلدي نتاعها أو أعيانه أو الثوار الواقعين في نطاقه، وكانت فيه مجالس عسكرية وكانت فيه سجون في ظل النظام السابق، واحد يحكي على التبرعات على التعويض على التعويضات، يعني على بالمجمل العام واحد يحكي على استيفاء الحق ومن حقه، واحد قاعد يتأمل من خلال الميزانيات التي خصصت الحكومة بيقول لك أنا مدينة ما عنديش لا مستشفى ولا مستوصف. فهذه كانت تجينا الطلبات غير عادية. فأنا رأيت أن في مذبحة مسلم هذه الجريمة الشنعاء اللي ارتكبها أو ارتكبتها السلطة السابقة، وراح ضحيتها أكثر من 1239 تقريبا. يعني عرفت اللي تم قتلهم بدم بارد في ساعات محدودة. فقلت يجب هذا القرار يفعل أولا. ولو تتكرم أنا ما عنديش صيغة القرار، شوف المضمون القرار يعني ومدى أهميته. هو طبعا حتى رمزية الحدث كأنه من أسباب قيام الثورة 17 فبراير، وأيضا
كانت مناسبة هذه الإحياء هذه الذكرى كان يوم 28/6 بعد بيوم. نعم. يعني كان القرار بإصدار أصدر القرار الآتي: المادة الأولى تشكل بقرار من وزير الشهداء والمفقودين لجنة خاصة تتكون من مستشار بدرجة رئيس محكمة استئناف تقترحه الجمعية العمومية للمحكمة رئيسا وعضو نيابة تابع لمكتب النائب العام بدرجة إلى آخره وقاضي لا تقل درجته عن وكيل محكمة وأيضا عضو من دار الإفتاء اختار مفتي الديار الليبية عضوا وذلك للنظر والتحقيق في واقعة مذبحة سجن بوسليم سنة 1996 وتتولى حصر المفقودين في المذبح وتسهيل إجراءات إثبات وفاتهم وتقديم طبعا لأن هناك كانت في الفترة ذيك حتى إلى قيام الثورة كثير من من الشهداء لم تصدر لهم شهادة وفاة وتقديم مقترح بشأن التعويضات والمزايا التي يستحقها أهلهم وذووهم والمادة الثانية يخصص مكان المذبحة سجن بوسليم لإقامة مسجد ومكتبة وحديقة باسم شهداء مذبحة بوسليم ونصب تذكاري تنقش عليه أسماء الشهداء ويكون تاريخ هذه الجريمة يوم حداد وطني تنكس فيه الرايات. المادة الثالثة على النائب العام اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالتحقيق في المذبح وتحديد الجنات وتقديمهم بالسرعة الممكنة إلى العدالة لينالوا الجزاء الرادع. والمادة الرابعة تعد مذبحة سجن بوسليم من جرائم الإبادة الجمعية وكل من يثبت في حقه ارتكاب هذه الجريمة أو المساهمة فيها يعاقب على هذا الأساس. والمادة الخامسة يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بجريدة الرسمية. نعم. أنت لو تشوف هل مثل هذه الجريمة تحتاج إلى هذا التباطؤ في الإجراءات القانونية وفي رفع الدعوة وفي الممارسة عرفك الحق القانوني بأن المحكمة تأخذ جلساتها ويجب استيفاء الحق، هل بالمعقول أن نفاجأ في خلال أعتقد العام الماضي أو العام النص أن يقول لك هذه سقطت بالتقادم؟ نعم. يعني بعد تداول وبعد سير في جلسات وبعد مرافعات من محامين يقول لك تسقط بالتقادم؟ هل من 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 المعقول إلى حد الآن لم يعرف، يعني نقوله لم يعرف قانونا ولا رسميا، بل بالعكس هو من وراء هذه الجريمة حسب ما أسندت إليه من تهم قاعدين يتكلموا من مرة إلى الأخرى على موضوع الإفراج عنه والعفو عنه، وفي من يتفاخر بإصدار قانون عفو دون مراعاة مثل هذه الأشياء. فإحنا قلنا في مناسبة ذكرى بوسليم يفعل قرار مثل هذا القرار، ويجب الجهات المختصة على طول، يعني وزارة العدل، النائب العام، المجلس الأعلى للقضاء بتخصيص الهيئة اللي تسند إليه مثل هذا الأمر. وإحنا في ذلك ما عندناش بدعة ابتدعناها، هذا سير قانوني حتى بموجب النظام السابق بالسلطة السابقة والقوانين الصادرة عنه موجود هذه أشياء جنائية، عرفت؟ مش يعني غير عرفت شيء سياسي ولا توبيخ سياسي ولا ملاحقة ولا متابعة، هذا جرم يعني ما يحتاج حتى لرفع دعوة على طول. النائب العام باعتبار هو ممثل الحق العام فيرفع دعوة حتى بدون تشريع، التشريع موجود أصلا في حكم القانون. يعني إحنا هذا التشريع من باب يعني قيمة الأزمة ومن باب التحريض بأن هذا الشيء لا يجب أن يؤجل ولا يعقل، بأن لغاية اليوم كما قلت في زوجات ما عندهم الشهيد وفاة زواجها، في جثمين توبش معروفة وين حتى مكانها، عرفت؟ زي جثمين بتاع ذكرى سنة 1984 بتاع العزيزية لغاية اليوم في اللي يقولوا قاعد في الثلاجة، في اللي ما طلعوش التحليل بتاعها، في اللي قاعدين في تشابه ما بين الجثمين هل هو فلان أو علان. فهذا التباطؤ هذا اللي يجب أن يحدث فيه التحقيق، رو أنا نقول مش غير تحقيق في من قتل، تحقيق في من تباطأ، من أخر هذه الإجراءات. وظيفة المؤتمر الوطني هو سن التشريعات والقوانين اللازمة، لكن التنفيذ يكون على الحكومة. نعم، التنفيذ على الحكومة بالتأكيد هذه واجبها، عرفت؟ نقول وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة الصحة، ولكن لا يعفي. وأنا كرئيس حتى في الفترة اللي أنا رئيس إذا فيه تباطأ، لأن مهمة المؤتمر لأنه هو اللي شكل الحكومة. نعم. المؤتمر عنده لجان، عنده لجان عرفت الداخلية، لجنة الأمن والدفاع، لجنة الأمن القومي، لجنة حقوق الإنسان، لجنة المصالحة الاجتماعية. فيجب هذه اللجان يعني للأمانة وقلنا قلت لك يجب أن نسأل عبر التاريخ، وهذا زم شيء لا يعفينا من المسؤولية إن حدث فيه تقصير أو البعيد فيه تعمد. نعم. هذه هنا وين مجال المسؤولية، مش معقول نقعد ملفات زي هذه، ملفات ساخنة جدا وملفات خطيرة تنقل، يعني كان في 2011 اللي عمره 11 سنة أو 10 سنين اليوم عمره 22 سنة.
يعني نعم. تصور غير هو من متابعته وإنصاته للقنوات قاعد يحكي على شيء تخيل معناه اللي عمره 20 تو عمره 42 سنة واللي عمره 40 تو عمره 62 سنة في حدث زيادة شيء واضح جدا للتوم يبتش فيه. وشوف المجال الثاني للأسف الشديد عندما يتم الإصغاء إلى المجتمع الدولي في تصنيف بعض الأفعال بأنها أفعال إرهابية وأنها أفعال داعشية سواء هي نعم داعشية أو إرهابية أم لا، يتم الإنجاز فيها والمطالبة والتسليم والاستلام بين الشخص اللي يعتقد موجود مختبي في المدينة الفلانية ولا هارب للدولة الفلانية في خلال عشرات الأيام تنتهي القضية وينتهي الحكم في أي دولة يعني موجود. طيب سيد الرئيس، ربما أيضا في أنتم أخذتم هذا المنصب واستلمتم هذه الأمانة رئاسة المؤتمر الوطني في وقت عصيب، وقت كانت مليء بالأزمات وكثرة الاغتيالات والخراقات الأمنية، كان هناك ربما يعني في تواريخ قريبة سواء كان اغتيالات في بنغازي في طرابلس، تفجيرات في بعض السفارات مثل سفارة الإمارات وسفارة روسيا، حتى اغتيال ضابط الجيش على يد امرأة روسية كان أيضا في طرابلس. أصدرت منظمة Human Rights Watch في 8/8/2013 تقرير حول موجة الاغتيالات في ليبيا وتفاقمها، ما لا يقل عن 51 شخصا لقوا حتفهم في موجة اغتيالات، يعني هذه الكثرة هذه الخروقات الأمنية، ويعني هناك وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وكذلك مخابرات وأجهزة أخرى مرادفة أيضا أمنية، كيف يعني قيمتم الوضع الأمني وماذا فعلتم تجاه هذه الأزمات؟ بموجب الإعلان الدستوري مهمة المؤتمر الوطني في الأصل فيها كانت تشريعية، ولكن نظرا للتأخر في الدستور ولم ينجز الدستور من البداية في أيام المجلس الانتقالي فأسندت كل المهام الرئيسية كما أسلفت إلى المؤتمر الوطني، قلنا المهمة السيادية والتأسيسية والتشريعية والرقابية. وأهم شيء في هذا الموضوع أن المؤتمر الوطني في بداية أولوياته أن يشكل حكومة لكي نصل من خلال هذه الحكومة إلى انتخابات، وعرفت للمرحلة الدائمة لأنها تعتبر حكومة مؤقتة. أمتى ننشئ أنا حكومة كمؤتمر وطني؟ وبناء على طلب الحكومة في ميزانيتها وفي تشكيلتها، يعني رئيس الحكومة أمتى يختار بالانتخاب كما تم في الحلقات الماضية، تم انتخاب السيد علي زيدان كرئيس للحكومة وقدم تشكيلته، وحتى وإن حدث عليها مناكفات أو أخذ ورد المهم أن الحكومة أصبحت مشكلة أمام، بعدها بيقدم ميزانية والميزانية بتصنيف وبتبويب وبمبررات وشنو أوجه الصرف وما هي الأولويات. عندما يتم من ضمن التشكيلة ذكر أن عنده وزارة داخلية وهذا الأصل طبعا في الأشياء، ووزارة الدفاع وجهاز مخابرات هذا شيء سيادي يتبع للمؤتمر الوطني للجهة الرئاسية أصلا، ولكن فيه إدارات أمنية، الأمن الداخلي الأمن الخارجي، هذه أشياء داخل وزارة المالية. فعندما يقدم الميزانيات أنا أذكر أن وزارة الداخلية كان مخصص لها 6 مليار ووزارة الدفاع 8 مليار في فترة رئاستي ووجودنا في المؤتمر الوطني. أنا نبي يطلع واحد من الشعب الليبي أو من المسؤولين اللي جوا من بعدي، هل كلف أحد من الثوار أو رقي إلى رتبة ملازم أو من البداية أعطيت حتى وظيفة رتبة ملازم ثاني اللي هي المبتدئ أو ملازم أول أو نقيب أو رائد أو مقدم أو عقيد أو نحن اشتغلنا من خلال مؤسسات، إذن في وزارة الدفاع في ترتبية عسكرية، فيها هيئة التنظيم والإدارة، فيها رئاسة أركان هي اللي بتقدم الترتبية هذه، ولو كانت استثناء لو في شخصية من هؤلاء يستحق ترقية استثنائية يجب أن تقدم من خلال الترتبية العسكرية، وأيضا وزارة الداخلية في ترتبية وفيها أقدمية، وجهاز المخابرات له تنظيم خاص به. كيف أنك أنت موجود وتصرف لك هذه الميزانيات؟ المسؤولية الأولى على رئيس الحكومة في تسيير هذا المرفق وفي متابعة وزراء ومن خلال مجلس الوزراء عندك أنت اجتماعات ويجب عندك تقارير، وأيضا لا ننفي مسؤولية ديوان محاسبة على أوجه الصرف والرقابة الإدارية أيضا
وهيئة مكافحة الفساد، هذه كلها مؤسسات يجب هي اللي تكون حريصة بأن الحكومة تؤدي دورها في الوقت المناسب وبالتوقيت المناسب. لا يعفي ذلك مهام اللجان، ولكن باش نكون لجان تابع المؤتمر، تابع المؤتمر نعم، وبنقول لجان ليست أيضا منفردة، اللجان نعم. عندها الرئيس نعم. والرئاسة، وهذه اللجان تتبع لرئاسة المؤتمر لأنها تقدم تقارير، تقدم تقارير وتكون متابعة المؤتمر. ومن حقها حتى تقدم مشروع مساءلة للوزير الفلاني أو العلاني حتى لرئيس الوزراء في كل وقت عرفت. وهذا اللي خلى ربما كتير من الجلسات التي تبث على الهواء مباشرة باستدعاء رئيس الوزراء، باستدعاء وزير الداخلية للمساءلة نعم على فسرت في كثير من الأحيان أن هي متابعة شخصية مناكفة. لرئيس الحكومة، وأنها مناكفة وأنها ديولوجيات، وهذا حزب التحالف، وهذا حزب العدالة، وهذا الإسلام السياسي، وهذا اللي تخلي رئيس الوزراء بدأ يتهجم على الإسلام السياسي وعلى الإخوان المسلمين وعلى المقاتلة في كذا، وهذا الذي يجعل من يقترح حلفاء حزب مثلا رئيس الوزراء من خلال الأعضاء. وللأمانة وللتاريخ أذكرها أن يبدأ مرات في إعداد خطة لمساءلة رئيس حكومة أو لمساءلة وزير بموضوعية حتى هي المواضيع أمامنا، وتبدأ المصافحة قبل دخول جلسة رئيس الحكومة متيجي تبدأ في المصافحة. وأيضا على علمي أنا كرئيس مؤتمر ولا كعضو مؤتمر حتى في أيام الرئاسة السابقة، للأسف في صفقات سياسية بدأت تعقد ما بين الوزير وما بين رئيس الحكومة، ولا يعفي ذلك عضو المؤتمر ولا لا سمح الله حتى رئيس المؤتمر السابق والحالي عرفت في وانا نتحدث وانا كرئيس. اذا بدت فيه شبهة غير عادية لانك انت تدخل الجلسة ما تلقاش الجدية وابراز المواضيع بموضوعية، تفسر على طول يتكلم هذا الشخص بارقام وبمواضيع اللي دافع عليه احيانا يسبق بدل ما يجاوب رئيس الوزراء ولا يجاوب الوزير المختص يجاوب عليه عضو المؤتمر في الكتلة الفلانية أو في الحزب الفلاني. وهذه للأمانة سيرة أو سلوك ضيع الكثير من الحقوق. وهذا ما توجب الانتباه إليه في المراحل القادمة. هذه مسألة أمانة. والأمانة هذه أمتى ما تؤداش بالقدر المطلوب بتضيع منها حقوق طيب كثيرة. في تلك الفترة كان هناك مثل هذا الفشل الأمني كان ترتب عليه أيضا استقالة عاشور شوايب وزير الداخلية في حكومة زيدان، بعد ذلك أيضا محمد الشيخ الذي كلف بعده، والاثنان ذكروا بأنهم لم تعطى لهم ميزانية كافية لحل مثل هذه الخروقات الأمنية. نعم أنا طبعا الشخص أنت يكلف وزير وخاصة وزارة سيادية زي وزارة الداخلية ولا وزارة الدفاع ولا وزارة المالية دون الاستهانة بأي وزارة ولو صغرى عرفت ولا، أول شيء لازم هو بيكون مدرك جيدا لمعنى الوزارة وخاصة في مرحلة بناء الدولة، أنت في أحداث غير عادية وفيه انتشار سلاح وفيه عرفت تنغم بالحرية يعني تنعم بالحرية، كل حد يعتقد أن روح اليد مطلقة وأن السلاح يقدر يحمله وأن الأسبقية لقبيلته ولا لمدينته ولا للثوارة ما يسمى بالثوارة بالغلبة العسكرية، فيجب الوزير المدرك جيدا لمهمته أن لا يتحدث شفويا أو بعد ما يقال أو يستقيل يطلع في القناة ويقول أنا والله ما أعطوليش ولا ماذا، أنا هذه بتثبتها محاضر أنت يا سيد الوزير أم تقبلت الوزير الوزارة. يعني الدكتور عاشور شوايل ذكر أكثر من ذلك، ذكر بأنه اكتشف بعد ذلك أن بعض الميزانيات تعطى لمن دونه في الرتبة من الضباط والفروع ولا تصل إليه هو كوزير للداخلية. لو نجاوب عليها إجابة على السؤال متاعه نقول له وين التقرير متاعك اللي قدمته للجنة الداخلية بالمؤتمر الوطني، وقبل ما تقدم التقرير تعرف في تراتبية في إعداد هذه المواضيع، أنت من حقك تطلب أولا مقابلة رئيس الوزراء وتحتج على مثل هذه اللي وإذا رئيس الوزراء ما اعتدش أو همشك أنت في الشيء هذه يجب تشتكيه للمؤتمر الوطني ويجب تطرح المواضيع هذه في مجلس الوزراء، ولك كل مطلق الحرية أنا قبل ما تقدم استقالتك تطلع توضح للشعب الليبي كموقف تاريخي وتبرئ ذمتك في هذه المواضيع. لا يعني ذلك أن مثلا سيد عاشور شوايل، لكن أنا اللي نذكره كمقرر في المؤتمر ولا بعدين بديت رئيس، لم نستلم مثل هذه التقارير كشكوى ومشتكي، وأنك أنا إحنا الميزانية قدمناها أنا قلت لك فيه نقول أيضا من اللجان للأسف المختصة اللجان أعد التقارير، وهذا اللي وصلت للمحاججة ويعبروها في المناكفة ويقول لك سيد علي زيدان أن اللجنة هذه رئيسها فلان ولا محسوبة للحزب الفلاني،
وفي تباطؤ في اتخاذ مثل هذه الإجراءات. أنت تعرف جيدا حتى التحقيق مع رئيس الحكومة والموزير بموجب الإعلان الدستوري ولا يحتاج إلى رفع حصانة، أنا ما عنديش حصانة أصلا. يعني لم تمنح الحصانة إلا العضو المنتخب، منتخب من القاعدة الشعبية عبر صندوق الانتخاب. هذا لا يعني ذلك أنهم عندهم قدر محترم، لكن في يوم تقدر توصل توا عضو المؤتمر. يعني احنا تمنينا حتى الحصانة ما فيش حزمان، لأن احنا في مرحلة بناء الدولة. يعني عرفت عرقلت عدة أشياء بسبب عدم مقدرة الجلسة برفع الحصانة على العدو الفلاني، رغم أن فيه أشياء مخلة عرفت بالأمانة ولا مخلة بحقه الوظيفي بواجبه الوظيفي، ولم تتمكن جلسة من رفع الحصانة. إذا أنت رئيس الحكومة بالإمكان في يوم تقدر يكون هو قدام النائب العام، في يوم يكون قدام لجنة تحقيق في ديوان المجلس. طيب أنتم الآن في 2/9/2013 يعني كانت هناك جلسة مساءلة لرئيس الحكومة السيد علي زيدان، وذكر بخصوص هذه الخروقات الأمنية، وكان ربما يعني ذكر بالحرف الواحد بأن وزارة الداخلية كونت 19,000 عنصر من قوات الأمن، إلا أن رجال الشرطة الذين يكلفون بحراسة الوزارات والمؤسسات الرسمية سرعان ما يختفون، سواء كانوا من ضباط أو من المرؤوسين. والسيد زيدان أضاف قال حتى الذين يحرسون رئاسة الوزراء، بل حتى الذين يحرسون مقر الوطن المؤتمر الوطني لا نجد لهم أثرا حالي أحيانا. يعني وطالما يعني هذه هذا التفكك وهذا الهشاشة في مثل المؤسسة الأمنية 19,000 عنصر كما يقول، يعني كيف يعني ما الموقف أو الإجراء الذي اتخذتموه كرئاسة مؤتمر تجاه مثل هذه الأزمة؟ الآن فشل واضح من قبل الحكومة وتفاقم أزمة أمنية. أول شيء أستاذ عبد الله، إذا الأستاذ علي زيدان قال هذا الكلام هو يعتبر المسؤول الأول على هياكل من تحته في وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، دي مسؤوليته، هو مسؤولية مباشرة. صفة المؤتمر شيء تشريعي، أنا أعتمد وزير الدفاع اللي انت اقترحته، واعتمدت لك وزير الداخلية اللي انت اقترحته، واعتمدت لك الأجهزة الأمنية والترقيات، هذه حتى من ترقيات الضباط وغيرها من مهامه. السؤال اللي بيطرح نفسه، انت بتقول لي 19,000 وما لقيتش يوم من اللي بيقدر يحرس رئاسة الحكومة ونسحبه، اذا شنو هي الإجراءات القانونية اللي انت اصلا قبل ما تكلفهم؟ هذا عندهم ارقام عسكرية وياخذوا في مرتبات وعندهم ميزانيات وعندهم قيادات فرعية، هذا يتبع مديرية امن طرابلس، هذا يتبع مديرية امن بنغازي، وهذا عرفت مركز الشرطة الفلاني والعلاني، هذه فيه انضباطية وفيه تبات وفيه عرفت متابعة غير عادي. فيجب انت تجي تحصر الاسماء، ما عادش تكلم على عدد فقط. وليش انا نقول لك يعني مع احترام الاستاذ علي زيدان، ليش اللي يطلع من الحكومة سواء يستقيل أو يقال وبعد مرحلة سياسية معينة يبدأ يدخل في التأويل السياسي، يقول لك والله هادو قاعدين ما يبوش بناء الجيش وما يبوش بناء الشرطة، وهادو يبوا أن لفظة الطوار بصفة عامة، وما يبوش بناء الدولة بهالمؤسسات هذه، لأن فيه الإسلام السياسي هو اللي مسيطر، لأن فيه الإخوان المسلمين هم اللي مسيطرين، لأن فيه جماعة عندهم إيديولوجيات خارجية وما يبوش بناء الدولة. لا بالعكس، ترى جيب لي واحد من الطوار سميناه رئيس أركان أو اعطينا له رتبة كيف ما نحكيت منذ قليل. فأنت تجي كرئيس حكومة وتقول الكلام هذا بعد ما أنك تستقيل أو تقال، فهذه يراه لا تعفيك. هذا كلامه ليس في بعد الإقال، هذا وهو رئيس وزراء ويعترف. وين قاله؟ هذا أقر أمام المؤتمر الوطني في مساءلة أمام المؤتمر الوطني في تاريخ 2/9/2013. يعني ذكر هذا، لكن لم يذكر ماذا كان الرد عليه داخل اللجان من المؤتمر. المؤتمر الوطني، أمتى أنت رئيس حكومة وتطرح هذا الموضوع على طول بيجيك الرد أن أنت راه قاعد مسؤول على حكومتك، كأنك أنت تقول أنا فشلت في تسيير هذا المرفق. يعني هل تبي رئيس المؤتمر هو اللي يسير وزارة الداخلية ويسير وزارة الدفاع، هو اللي يدير قرار؟ حتى المؤتمر الوطني كان يعاني من خروقات أمنية، كثرة الاقتحامات التي حدثت كثير منها بسبب عدم وجود حراسات تمنع وتحافظ على أمن، بسبب عدم تفاعل الحكومة مع المؤتمر الوطني. تعرف احنا عندنا مجموعة حراسات تكاد تكون شكلية، لا عندنا مدرعات، لا عندنا عرفت مصفحات، لا عندنا منظومة أمنية، لأنك أنت الحراسة مش الحراسة اللي غاية واحد يوصل لمكتبك ولا يوصل لغرفة النوم تاعك بدون مؤاخذة.
أنك أنت هذه جهة رئاسية وتشريعية يجب عندك جوانب وقائية وجانب وجوانب مخابراتية واستخباراتية لحماية المرفق زيادة. طيب الآن هذه ربما هذا الفشل الأمني وكثرة الخروقات والأمنية والأزمات جعلتكم تلجؤون إلى الثوار بدل المؤسسة الجيش والشرطة. لعلي أستمع إلى تعليق بعد فاصل قصير. نعم. سيد الرئيس، كنت سألته قبل الفاصل حول ما حدث من فشل أمني وأيضا فشل الحكومة علي زيدان سواء وزارة الداخلية أو حتى مؤسسة الجيش في ضبط الأمن ومنع هذه الخروقات الأمنية. أنتم كمؤتمر وطني يعني ما كيف كان موقفكم وما هي يعني الإجراءات التي اتخذتموها إزاء هذا الموقف؟ طبعا مع الأحداث المتتالية والمؤلمة للأسف يعني يبدأ في تشتت أمني ويبدأ في الظرف هذا، عرفت في كذا مدينة في ليبيا أراه في أحداث يعني بدأت أصبحت خطيرة جدا في بنغازي ومؤشرات انفلات أمني وعدم سيطرة، أيضا في طرابلس اللي هي العاصمة ومركز للمؤتمر الوطني مقرة وللحكومة وللسفارات، أيضا الجنوب ما حدش يعرف عليه شيء، عرفت خارج السيطرة. فللأمانة أنا كانت عندي اجتماعات حتى انفرادية كثيرة مع السيد علي زيدان كرئيس حكومة بناء على طلبي ومرات الحقيقة بناء على طلبة يعني، ونجلس حتى لساعات متأخرة جدا. أنا نذكر حتى مقر إقامتي كان في القصور قصور ضيافة، فكانت تمر سيارات في الليل وبالأعلام الخضراء وبالمنادات بأننا نحن قادمون بجانب بجانب نعم حتى الغرفة كانت مطلة، غرفة النوم متاعي مطلة على الطريق الرئيسي ونفتح النافذة ونسمع أصوات ونسمع منبهات وكذا. فاستدعيت الأستاذ علي زيدان ومعه مدير جهاز المخابرات السيد سالم الحسن، هم كانوا الحقيقة حتى فيه تناغم بينهم على المستوى الشخصي وكان حتى على المستوى السفر للخارج، فدائما يا يسبق السيد سالم الحاسي يا اما يكون معاه في الوفد، وهذا قد شيء يكون متاح يعني ما بين مدير الجهاز، ولان هو رغم انه مدير الجهاز قلت لك تعينه من مجلس انتقالي وبعدها من المؤتمر الوطني، ولكن في تناغم ايضا شخصي وانسجام بين السيد الحاسي وبين السيد علي زيدان. فانا دعوتهم الاثنين لمكتبي قلت راه الموقف غير عادي، الموقف خطير، أنا نصل في وسط العاصمة وبجنب القصور الصوت هذا يرتفع، رغم أن احنا قلنا ممكن يعني الرأي عرفت والحرية الرأي لكن مش بالمستوى التحريضي هذا والتهديدي وكذا. فكان إجابة الأستاذ علي زيدان قال لي أعطيني فرصة 3 أيام وأنا فيه كتيبة برئاسة المرحوم ونيس الساحلي توفى فيما بعد في أحداث فجر ليبيا، اختطف واغتيل للأسف يعني، أيضا لم يكتشف من وراء هذه عملية الاغتيال وغيرها، وأنا ما نعرفها شخصيا يعني، شفت مرة في لقاء الحقيقة كضابط رتبة عقيدة حسب ما أذكر مع مجموعة، قال لي هذه بإذن الله حوالي 4000 وحنكلفها وهذو منضبطين عسكريا وينتشروا في طرابلس ويديروا بوابات وفي مداخل طرابلس ومخارجها. فقلت له على ذيك الحج يلا توكل وهذه من مهامك، وكان جنب السيد سالم الحاسي وغادروني. لو نرجع بك حديث باش بعدين نربط الشيء ببعضه، أنا يوم من الأيام وأنا طالع من جلسة في المؤتمر وكنا رفعنا الجلسة لأداء صلاة الظهر، فجاني الشيخ محمد كيلاني اللي رحمه يتوفى فيما بعد استشهد من الزاوية، ومصطفى تريكي أيضا هو من الزاوية، وعبد الحميد يربوع من الزاوية، وعلى ما أعتقد السيد فتح رحومة أيضا من الزاوية، وبالنسبة للشهيد محمد كيلاني والأستاذ مصطفى تريكي هذا من كتلة الوفاة لدماء الشهداء، والأستاذ فتحي رحومة من كتلة تحالف القوى الوطنية. فقالوا لي في مجموعة شباب ثوار يبوا يشوفوك، وأنا طالع قلت
قلت له تفضلوا يعني ما عنديش معهم موعد سابق، لكن نضطر احنا لهذه المواقف عرفت اللي يجيك في شيء عام وغيره تستجيب له على طول، وكان في شيء خاص ولا كذا في ترتبية في المقابلات وفي المواعيد. فجلست أنا وياهم جلسة، كان مطلبهم حسب هم فهمهم ولا من فهمهم ولا رؤيتهم أن قالوا يجب الأحزاب كلها تقسى من المؤتمر الوطني. إحنا المؤتمر الوطني في 120 مقعد للمستقلين و80 وقتها كانت الموجة عالية أيضا ضد الأحزاب ويعزون إليهم سبب هذا هذه الإخفاقات. فسألت شنو السبب، شنو انتبهوا شنو وصلكم للرأي هذا؟ بيقولوا أن إحنا لقينا الممثلين الأحزاب لهيم في أحزابهم ومصالحهم وعرفتوا وأغراضهم الخاصة وما يمثلوش مدنهم. فقلت له إحنا رو يحكمنا إعلان دستوري يحكمنا قانون انتخاب، إحنا بموجبه وصلنا 120 مستقلين بغض النظر على حقيقة استقلالياتهم، هذا أيضا شيء يطرح، و80 رسمي النظام القائمة. فأنت حضرتك يا شيخ يا فلان هو اللي جوني باش نسميه، ما كان وقت واحد اسمه الأخ شعبان هدية ما نعرفهاش اللي بعدين ملقب بأبو عبيدة، والفاتح الحراري أبو ياسين ملقب، وعبد الرحمن الكوت هذا الأخوة الأولين من الزاوية، شعبان هدية والفاتح الحراري اللي هو أبو ياسين من الزاوية، وعبد الرحمن الكوت من مصراتة، واثنين أخرين والله لا أذكر اسمهم. فقعد يناقشوا فيها في الموضوع ونرد عليهم بموضوعية وحسب اللوائح وحسب القانون وغيره، ويجادلوا هما في النقطة ويجادلوا بكل أدب يعني للأمانة ما طلعوا على طريق الأدب ولا كذا، كأنهم اقتنعوش بحديثي وغادروني بعد الاستئذان وهم مش راضين على إجاباتي. فرجعت أنا للجلسة متاعي، ما مرتش يومين للمدير مكتبي قال لي فلان وفلان يبوا يشوفوك نفس المجموعة هذه. وأنا كنت مقيمة كل وقت قبل ما ننضم للقصور يعني قامتي كنت مقيم في فندق المهاري. فجوني قالوا رجعنا أنفسنا والحقيقة اكتشفنا أن احنا غلطين في فهمنا، وإحنا رغم عندنا شيء مطلب تاني لو تكرمت خود أرقام هواتفنا واسمانا، وإذا احتجتونا في أي شيء اسمه الدفاع عن الثورة احنا موجودين، احنا رغم مجموعة ثوار، وهذا الثوار من خلال 2011 عندنا تواصل مع بعضنا ولينا الشرف بأننا شاركنا في تحرير ليبيا، موجودين شرقا وغربا وجنوبا، إذا احتجتونا في شيء تراه أنت للدفاع عن الثورة. حقيقة لم يطلبوا أي شيء، فقلت لهم بارك الله فيكم. نرجع تول الأستاذ علي زيدان اللي قال نبي 3 أيام، أتيت له 3 أيام وكنت أحسب فيهم بالدقيقة والثانية، وقاعد مظاهر قادمون داخل طرابلس وبقي هذا الجنوب كله قادمون عرفت يعني ومشتحن. يمرون بجوار المؤتمر. نعم بجوار وتنزداد الهاجس لم نبدأ في خطورة كان يعني فبراير بتنتهي يعني عرفت ولا. فأمت انتهى الأجل اتصلت بالأستاذ علي زيدان قلت له بك تشرفني في زيارة في لمكتبي هو ومدير مخابرات سيد سالم الحاسي. وصلوا لمكتبي عودت السؤال نفسه وقلت له احنا اجتمعنا منذ 3 أيام ماضية في بدايته وطلبتوا مني 3 أيام باللي طلب هو رئيس الحكومة يعني. في الأول الأستاذ علي كان تأخر في الإجابة، صبقه في الإجابة السيد سالم الحاسي قال لي سيد الرئيس رغم من 4000 والله ما بقولي في حتى 400 هيك ما صار شيء موجود يعني أعطاني إيحاء مش نقولك أنه من الأول يتلاعبوا ولا غيره، ربما كان هذا اجتهاده ولا تفكيره، ولا نرجع كيف ما قلت بدري أنه قال 19000 ما لقيناش حتى من يحمينا. أنت رئيس حكومة تتبعك وزارة الداخلية تتبعك وزارة الدفاع عندك أجهزة أمنية الميزانية تصرف أنت اللي تصرف ومتاح لك كل شيء، والمؤتمر الوطني أي تشريع تبيه وقائي أو تشريع عذرا على المقاطعة، لكن مثل هذه المواقف وهذه المسؤولية مثل رئيس الحكومة إخفاق أمني كبير ليس بالسهل يعني على مستوى الأمن القومي واغتيالات وتفجيرات ولا آخره تقال فيه الحكومة وليس مجرد أنه هو. والله أستاذ عبد الله الظرف كان ظرف حساس جدا، ولو نقعد دائما في مسيرة اللقاءات احنا قلت لكم كنا نتوقع أن غرخ نطلع من هذه الأزمة ونديروا الهيئة التأسيسية للدستور وهذه حكومة توصلنا الانتخابات، لأنك أنت بتخش في مناكفات سياسية قلت لك أنت توصل لبرلمان ولا مؤتمر أروح تفاجأ بأشياء غير عادية. مرات أنت تطلب اللي قاله وهذا ما حدث للأستاذ علي زيدان يعني كم أنا أجلت مرة بعرض موضوع إقالته يعني مراعاة لأن إحنا ما نبوش الشقاق، مراعاة أننا نبو ننجز الأشياء، لأن أراه إقالة حكومة بحالها وتشكيلة حكومة بتاخذ منك وقت تاخذ منك شهر شهر ونص وشهرين
وقد يزيد حجم الشقاق. فأنت دائما تتأمل مش تعاطفا في إعطاء ميزة للرئيس الفلاني أو العلاني، لكن أنت تبي تطلع من المازق. وإحنا نرى في مرحلة بناء الدولة مش هي دولة مؤسسات اللي فيها تراتبية سلسة وتداول سلمي كيف ما يعبر عليه لغاية اليوم. أنت شوف شن صار من بعد الأستاذ علي زيدان لغاية اليوم، كم حكومة شكلت وقم قاعدة للتو، بدل ما يدخلوا في المرحلة النهائية وفي بناء الدولة قاعد يقول لك نبي حكومة ثالثة تو حاليا. إحنا شن نتحدث في مثل هذه الأيام. طيب الآن نعود إلى علي زيدان. لم والسيد سالم الحاسي حسم الأمر وما قالش علي زيدان عندي شيخ. قلت له أنا والله في مجموعة شباب جوني من خلال أسبوعين وقالوا الأخوة اللي جوني هذا باسم الثوار، وقالوا إحنا لو أنتم احتجتونا في شيء يحمي الثورة إحنا موجودين. وهو تفهم رحب الأستاذ علي زيدان والأستاذ سالم الحاسي، والله نبو مدبين يجينا توا في الوقت. يعني أنت الآن اقترحت الحل بدل ما تكون جهة تنفيذية. نعم لا وما زال بعد ما تجي بعدين يقول لك أبو سهمين غرف الطوار هذه شكلها من الإرهابيين، ولا أنه إسلام سياسي، ولا أنه خط، ولا أنه أبو عبيدة، ولا أنه فلان وعلان وكذا. فلقيتها قدامهم يعني الخبر. يعني عن عجز الحكومة في مواكبة ترتيبات الأمنية، رغم أنه قلت لك الأموال موجودة عندهم، فيش عرقلة من المؤتمرات، يعني الجدل يصير النقاش يصير، لكن أنت قاعد نحكي على العاصمة. رغم أنه نحكيش على الجنوب الليبي، رغم أنه نحكيش على أقصى الشرق الليبي، رغم أنه نحكيش على أن أنت قاعد ما عندكش امتداد عسكري وأمني في كل المدن والقرى الليبية. فدرت الهاتف قدامه وجوني الإخوة اللي ذكرتهم يعني في خلال نقول نصف ساعة، وتعرفتهم بهم. وأنا قلت لك ما نعرفهمش إلا من خلال جلسة. لو أنا تو اليوم نعرفهم من زمان نقول أنا يعني ما نعرف حقيقتهم ونعرف مقدرتهم ونعرف كذا. أنت تعرف الطوار يمتدون شرقا وغربا جنوبا. يعني وإحنا قاعد في بدايتها يعني ممكن واحد يعرف طوار مدينته المدن المجاورة اللي أنت التصقت به والباقي الأسماء كثيرة. فجو وحكيت الموقف من جديد قدام الرئيس الحكومة وقدام مدير جهاز المخابرات، وقالوا إحنا مستعدين نقبل التكليف وما عندناش مشكلة. قلت التكليف تقبل شنو؟ قال مقابل ان احنا نبو امكانيات معينه في اعداد الشهاده، لان بنديروا توزيع دوريات اولا في طرابلس، وبعدها احنا راهو قادرين نقدروا حتى نامنوا في مدن اخرى وفي مداخل ومخارج اخرى. فقلت لهم انتم تغادروا وقدموا كان عندكم مقترح، وانا حنستصدر لكم تكليف باعتبار انا رئيس ومفوض. لان الرئاسه باش نرجع بيك شويه، وهذا قلت حتى في جلستي الاولى، راهو انا ما دمت خبت رئيس لو غير بنطبق اللائحة الداخلية نبدأ راهو بندعيكم لحضور الجلسة ونرفع الجلسة، وامتى يبدأ فيه مؤتمر أو قمة دولية نمشي نحضر القمة، وامتى هي التنظيم والإدارة تحول لي قوائم تاع الترقيات راهو هذه يجب نعرضها في جلسة. يعني تصور زي لجنة شؤون المنتجين يبدأ المؤتمر. فأنا قد أحتاج إلى تفويضات، والتفويضات عادة بموجب القانون تكون محدودة المدة ومحدودة المواضيع. هذا أنا أؤمن بها. ورغم ذلك دائما تعبيري موجود في جلسات، لو ترجعوا لأرشيف تسجيل أرشيف تسجيلات المؤتمر، أنا نقول الرئيس والمدير راهو قد يصنع قرار مرات الساعة 2 في الليل، مرات الساعة 4 الفجر، خاصة الرئاسة على مستوى قلت لك أنت بتمثل جهة تأسيسية وسيادية ورقابية وتشريعية، خاصة الأخطر فيها صفة القائد الأعلى للجيش الليبي. أنت قد تؤدي قرار تعرفش شو بتصير في الليل. وهذا كان في أول خطاب لك في للمؤتمر الوطني. نعم. أول جلسة. نعم نعم. بعد هذا مطلب أنا قلته. وما زال نقول لك. تم إصدار قرار. نعم ترى إصدار قرار تفويض، وما زال قلت أرى وأنا أم تندير قرار أو شيء بالتجاوز أنا مسؤول عنه، وحتى متى نتجاوز أنت بتعلموا بالتجاوز هذه، أما صنعت أنا قرار مكتوب أو تصريح مكتوب أو أعطيت تعليمات لجهة معينة. أنتم بإمكانكم إن شاء الله بعد 10 دقائق تطلبوا جلسة استثنائية وتلغوا لي أنا ما درت. وهذا لم يحدث مطلقا. درت قرارات سواء فوت بها قلت لك بالمدة الزمنية المحددة أو بالمواضيع المحددة، ودرت قرارات خارج التفويض تطلبها الأمر. أنا نقول بعد ما صارش علي اعتراض أو عتاب أو إحالة المطالبة بالتحقيق معي فهي إقرار من أعضاء المؤتمر بما اتخذته أنا. وحدث بعد ذلك يعني اعتراضات من خلال المؤتمر، أعضاء كثير من أعضاء المؤتمر معترضوا على التفويض، لكن دعني أذكر هذا القرار، ربما قرار التفويض، وهو قرار رقم 73 لسنة 2013 بشأن تفويض السيد رئيس المؤتمر الوطني العام في بعض الاختصاصات. نعم. يعني ترتيبة الأمنية ربما ما تبدأ في انفلات. أقرأ لو سمحت. نعم. المادة الأولى. المادة الأولى: يفوض السيد رئيس المؤتمر الوطني العام في اتخاذ الإجراءات العاجلة والضرورية لاستتباب الأمني
على كافة أرجاء التراب الليبي وإنهاء النزاعات والخلافات التي تقع بين المناطق ورأب الصدع والفتن والقبض على المجرمين وتحقيق سيادة القانون. المادة الثانية يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه. كان القرار تاريخ القرار يوم 5 أغسطس 2013. نعم هذا يعني بعد حوالي شهر أقل من شهرين من تولي للرئاسة. نعم لكن ربما دعني أذكر أيضا بقرار أو بهذه المراسلة ليست قرار يعني يوم 27/7 بعد نعم. يومين أظن من استلامك لرئاسة المؤتمر لأنه يوم 25/6 يوم بعد شهر آسف نعم. بعد شهر نعم. يعني رسالة من رئيس المؤتمر إلى السيد رئيس غرفة عمليات ثوار ليبيا نعم المحترم تقول فيها نظرا للظروف الأمنية التي ظهرت على الأرض خلال هذين اليومين وإلى تصعيد الخطاب الإعلامي للأسف الشديد من بعض المحطات الإعلامية المشبوهة ضد ثورة 17 فبراير وإلى التعمد من بعض الأوساط الأفراد إلى المس بكيان الدولة الشرعي متمثل في المؤتمر الوطني باعتبار الجهة الوحيدة الممثلة للشعب الليبي والحكومة المنتخبة عليه يطلب منكم الشروع فورا في تأمين حماية طرابلس من مداخلها ومخارجها والمناطق المحيطة بها وهذا التكليف صادر مني بصفتي رئيسا للمؤتمر الوطني العام والمؤتمر هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وفي ظل مثل هذه الظروف أرى أن أقوم بهذا الدور من أجل حماية الوطن والمواطنين وهذا التكليف تم مناقشته في اجتماع بعض نعم. أعضاء المؤتمر العام الاستثنائي الموافق يوم السبت الموافق 27/7 إلى آخره. لو سمحت هل تشوف هل في صورة في نهاية القرار صورة لمن؟ في الحقيقة صورة إلى السيد النائب الثاني النائب الأول مازال رئيس المؤتمر ورئيس مجلس الوزراء ورئيس لجنة الدفاع بالمؤتمر ورئيس لجنة الداخلية بالمؤتمر رئيس لجنة الأمن القومي بالمؤتمر وزير أيضا السيد وزير الداخلية ورئيس الأركان ورئيس جهاز المخابرات العامة. تو شوف السياق من أستاذ عبد الله اسمعني هذا جاء بعد ما استمعت أنا بالأستاذ علي زيدان نعم. وبالسيد سالم الحاسي أستاذ سالم الحاسي وخلاص وصلنا للتكليف وناديت حتى الجماعة اللي قابلوني يعني تو قلت لك بعدين تاويلات يقول لك هذا انفرد بسهمين بالقرار ودارة لوحده ليش أنا سألت قلت لك من الجهات اللي نصر قلت صورة للنائب الثاني ربما السؤال يطرح من النائب الأول ليش ما دار له الصورة لكن الوقت النائب الأول استقال نعم السيد جمعتي الدكتور جمعتي وقاعدة وظيفة شاغر لأن ما تجيش لو بالمنطقة اللي داري مفروض الصورة الأولى للنائب الأول نعم. ثم النائب الثاني درت منها صورة إلى رؤساء اللجان اللي هي لجنة الداخلية لجنة الدفاع لجنة رئيس لجنة الأمن القومي كرؤساء اللجان وهم يجب يطرحوا لعل أنا في اتخاذي هذا القرار شيء يتعارض مع اختصاصي أو يمس باختصاصه يجوا رجعوني بعدها ولا يدروا لي مذكرة أو يطرحوا الموضوع في جلسة درت صورة لرئيس الحكومة وبعدها بالتسلسل لرئيس جهاز المخابرات اللي هو حضر الاجتماع وصورة لوزير الداخلية ووزير الدفاع فبتشوف معناها هنا فيها إقامة حجة ولو أن أحد من حولت صورة يرى فيه شيء يمس الأمن القومي ومش هؤلاء ولا عنده تحفظ على مثل هذه الشخصيات يعني جهاز مدير جهاز المخابرات يجب يعرف من هو شعبان هدي إلا أنا ما عرفتاش إلا كمواطن نعم عرفت صادق قدامي وعرف بيها انا قلت لك من اللي عرفني به اذا الجهات الامنيه هي اللي قد تنبهني وتقول لي لا انت ربي مؤاخذه هذا متطرف ولا هذا عليه تحفظ ولا هذا عليه قضايا ولا كذا لم ياتي لي شيء في هذا الموضوع بل بعد التكليف هذا قلت لهم قدموا تصور وارفعوه لرئيس الوزراء لان في الجانب مش بيصرف ميزانيه مش انا اللي بنصرف ميزانيه قدموا تصوركم امشوا اجلسوا مع رئيس الحكومة واعطوا تصوركم وتوصلوا لنتيجة معه فامشوا طلبوا موعد مع رئيس الحكومة السيد علي زيدان وقال لهم قدموا لي ميزانية قدموا له ميزانية واعتمدها هو وافق على 26 مليون دينار وقال لهم والله نبي فيها اعتماد القائد الأعلى للجيش الليبي باعتبارك صاحب الفكرة ورغم أننا احنا اتفقنا على كل شيء هي في الحالة العادية لو كانت تحمل على بند من الميزانية ما عادش تحتاج أنت تحملها وتدير لها بند من البنود تصرف لكن ما دام هذا شيء استثنائي هو بيدير تغطية لعمره وأنا ما منعتش فجتني المذكرة من الأستاذ علي زيدان اعتمدتها وما اعتمدت لهمش أنا في العموم قلت بعدين باش أوجه الصرف
نبي نعرف كيف طريقة الإنفاق في هال 26 مليون، كلفت لجنة برئاسة رئيس لجنة الديوان، مش رئيسة الديوان. نعم. كان الأستاذ عبد الفتاح اللبي عضو في لجنة ديوان المؤتمر. فناديت الأستاذ عبد الفتاح اللبي وهو عضو مؤتمر على سوق الجمعة، وقلت له نبيك أوجه الصرف تدير مشروع وتجلس مع الإخوة، هال 26 مليون كيف يصرفوهم في خلال سنة ولا في سنتين ولا قبل انتهاء السنة ولا غير، لازم نبي وأنتم ترخوه. وما زال عندي رسالة يعني لم أستح يعني أحضرها معي لأن كنت الموضوع فاجأتني به. كلفت رئيس لجنة الأمن والدفاع اللي كان في ذلك الوقت رئيس لجنة الأمن القومي كان الأستاذ عبد المنعم اليسير الموجود حاليا في كندا، هذا اللي بعدين دائما يوصف بأن الإسلام كان يحكم أبو سامين وإسلام سياسي وتيار سياسي ومنفرد وغيره. واللجنة الداخلية في ذلك الوقت كان الأستاذ فتح الحومة اللي هو من كتل التحالف من الزاوية، ولجنة الداخلية فتح الحومة من لجنة الداخلية، ولجنة الأمن والدفاع حسب كان السيد الأستاذ ناصر السكلاني من عين زارة. فقلت لهم الإخوة هادو في غرفة ثوار ليبيا قالوا خذوا مقر بجنب القصور قريب من القصور، فنبيكم تمشوا تطلعوا رغم ثقتي حسب حضورهم وحسب ما تحدثنا، لكن نبيكم تديروا لي تقييم أنتم كلجان مختصة، من يتردد، من هم الثوار المقصودين، كيف أفكارهم، لعلش تلاحظوا شيء آخر أمني حس أمني تستعينوا. فمشوا داروا لي تقرير مكتوب بعد أسبوع أو أسبوعين من عرفت متابعتهم وترددهم على المبنى، وأنا لغاية اليوم المبنى ما نعرفهاش للأمانة يعني. هو مقر غرفة طوار ليبيا. نعم. المقر الرئيسي. نعم. فدروا لي تقرير قال لي شباب ما شاء الله متحمسين فعلا ما عندهمش مطالب مادية أخرى، ميزانيتهم اطلعنا عليها أوجه الصرف، فرحوا بأن احنا كرؤساء لجان جو نحضر معهم جلسات بناء على طلبنا، ولا هم مرات قد يطلبونا أو يسمعوا لنصايحنا، كل هذا قالوا هذا تو. بعدين قلت تجي في فترة. نعم. من التحشيد الإعلامي والتأثير الإعلامي السلبي يقول لك، وأنا أفتخر إذا كان حتى واحد محمل علي كثائر. طيب هو حتى هذا المبلغ ربما ضئيل أمام الميزانيات الضخمة التي صرفت على المجلس على وزارة الداخلية وزارة الدفاع بمئات الملايين. نعم. والآن واجب الحكومة بدل بعد اعترافها بالفشل وعجز وزارة الداخلية، أين المحاسبة، أين الإقالة، أين تبديل هذه المناصب بمناصب أخرى لحل هذا الإشكال؟ يعني أنا أنت كويس ذكرتني بهالنقطة. نعم. الموضوعية. رغم أن أنا قلت لك يجب حتى الدينار الواحد يجب عنده معنى. نعم. مش حكاية 26 ولا 600 مليون، لكن أنت بارك الله فيك أنت من باب المقارنة. نعم. من باب المقارنة لميزانية معتمدة، أنا اعتمدت لك 6 مليار واعتمدت لك 67 مليار كحكومة. نعم. عرفت عارف مش حترمين في جيبك، لكن أنا ناخذ معلش النقطة هذه اللي أنت أثرتها من بعد المؤتمر الوطني ومن بعد عرفت أن أقروا ما يسمى باتفاق الصغيراتي لغاية اليوم، وأنتم الليبيين جميعاً ونحن الليبيين جميعاً نسمعوا بالكتائب ونسمعوا بالأجهزة ونسمعوا بالمسميات، بل في أثناء العسر وفي أثناء أن الحكومة تضايق أو مجلس الدولة يضايق أو مجلس رئاسي يضايق أو مجلس النواب نسمعوا بالمبالغ 50 مليون 100 مليون لفلان آمر سرية وآمر كتيبة باش يمشي يحرس طرابلس باش ينطلق يقضي على كذا. ياريت هذه فعلا تديرها لمؤسسة الجيش وتصرفها في إنفاق، ياريت عندك جهاز واحد تسميه جهاز ردع ولا تسميه جهاز دعم مركزي، ولعل بعض الأفراد في هذه الأجهزة فعلا عند هذه النية الطيبة، لكن هل وفق ميزانيات معدة؟ هل وفق طرح مسبق من رئيس الحكومة في الشأن الخاص بوزارة الداخلية يقول أنا نصرف المبلغ هذه للكتيبة للسرية إن شاء الله للشخص بناء على اقتراح من الوزير المختص، يما يكون وزير داخلية يا وزير دفاع يا رئيس أركان، لأن احنا ما عندناش مثلا حرس وطني باش نقوله هذا آمر حرس الوطني مندمجين تحت الثوار. أنا في فترتي كنت حتى الثوار متتعامل معهم نقول الثوار المنضويين تحت شرعية رئيس أركان، كل شيء كان يصرف لهم من رئيس أركان. وحتى قضية الفكرة إنشاء الحرس الوطني في تاريخ 9/7/2013 يعني أوقف لزيدان قرار رقم 321 لسنة 2013 بشأن إنشاء جهاز الحرس الوطني حتى يبث فيه ويستصدر من قانون المؤتمرات. كان قضية الأمن والمسؤولية الأمنية تتقاذف بين الحكومة وبين المؤتمر، وكانت ربما الضحية هو أن المؤتمر اضطر إلى
أن يلجأ إلى غرفة ثوار ليبيا لحل هذه الإشكالات، ومن ثم أنشأ بقرار، المرة هذه ليس بمجرد تفويض، بقرار من نعم هو قرار رئيس المؤتمر الوطني العام بشأن تشكيل رقم 143 لسنة 2013 بشأن تشكيل غرفة عمليات ثوار ليبيا. كان هذا القرار يوم 29/8. نعم. في المادة واحد تشكل غرفة. عفوا قبل المادة واحد شوف في نهاية السياق مثلا شنو يقول القرار. نعم. قبل قرر رئيس المؤتمر الوطني العام بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت وعلى قانون رقم 11 وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 9 بشأن تعيين رئيس الوزراء وعلى قرار رقم المؤتمر الوطني رقم 62 بشأن اعتماد تعديل النظام الداخلي، بعدين على قرار المؤتمر الوطني العام رقم 70 بشأن ترقية ضابط وتعيين رئيس الأركان، وعلى قرار المؤتمر الوطني رقم 73 بشأن تفويض السيد رئيس المؤتمر الوطني العام في بعض الاختصاصات. هذا قصدته لأن العنوان لم تقول قرار رئيس المؤتمر الوطني في شيء حساس زياده، كيف يعني تكفلت يعني جاء شوف التسلسل، أشار لقانون عسكري، أشار لقانون تعيين رئيس أركان قبل اللي تعيين رئيس حكومة، جت بعدين في التفويض أن المؤتمر الوطني مخاطب مفوض من القرار اللي قريت عليها قبل شوية اللي هي نتيجة الظرف الأمني، فالرئيس من حقه عرفت أن يقرر الأشياء ويستصدر القرارات والأشياء اللازمة لمواكبة هذه الأحداث الأمنية ولردع المجرمين وإلى آخره، فهذا جاء السياق. ومن ثم تم بموجب هذا القرار تم تشكيل غرفة ثوار ليبيا بشكل رسمي كقوة تابعة للقائد الأعلى للجيش الليبي. طيب سيد الرئيس، إلى هنا ربما انتهى وقت المخصص لهذه الحلقة. نشكرك شكرا جزيلا سيد الرئيس نوري بوسهمين رئيس المؤتمر الوطني العام ورئيس تيار يا بلادي، نشكرك على ما تفضلت به، كما نشكركم أيها المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.